تمكنت قوات الدفاع والأمن الوطني بإقليم البطحاء باعتراض سيارة محملة بالمسافرين غير الشرعيين إلى دولة ليبيا عن طريق التهريب، حيث تم عرضهم أمام حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري. المزيد في تقرير محمد طاهر الحر. إن توجه الشباب من إقليم البطحاء إلى ليبيا ما زال مستمرا، وذلك رغم اتخاذ السلطات الإقليمية قرارا بمنعه، ما دفع رجال الأمن بتكثيف الدوريات. هذه الدوريات سمحت بإيقاف سيارة من ماركة هيليكس محملة بنحو 20 شاب كانوا في طريقهم إلى ليبيا. ولدى تقديم هؤلاء الشباب أمام حاكم الإقليم، قال نائب رئيس فرع الوكالة الوطنية للأمن: لقد تم اكتشاف شبكة متخصصة تعمل في إغراء الشباب وإرسالهم للهجرة إلى شمال البلاد للتنقيب عن الذهب أو إلى ليبيا. كل ماشيين ليه ده، وبعدين ليبيا، وبعدين نيجير، وبعدين أوروبا. أهلهم يجوا، الشيف ده كانتون ولا شيف ده راس ولا قرانهم يجوا عشان ما يمشي عليه النور. أما حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري، بعد تهنئة رجال الأمن على يقظتهم، حذر أصحاب سيارات النقل الذين يعملون في نقل المسافرين غير الشرعيين إلى ليبيا من عقوبات صارمة. وفي نفس المناسبة قدم شخص يعمل في تصنيع الأسلحة النارية التقليدية التي يستخدمها ممارسو الصيد غير المشروع، ونشير إلى أنه ضمن جهود الوكالة الأمنية للأمن بقيادة حامد محمد زين، فقد تم في خلال شهرين فقط ضبط نحو 30 سلاحا ناريا من أيدي المواطنين.